السلام عليكم، كيف الحال؟ شو أخبار؟ إن شاء الله تكونون طيبين. طبعا هذا أول مقطع لي باليوتيوب، وحبيت يكون درس خفيف وسهل للمبتدئين والمحترفين بالرسم. وبما أننا في هذه الفترة اللي هي فترة الحجر المنزلي عشان أزمة كورونا، قلت خليني أسوي لكم درس بما أني فاضي شوي في هذه الفترة ونزله لكم عشان تستفيدون منه. في هذا المقطع بتتعلمون عن الرسم الانسيابي. يعني إيش الرسم الانسيابي؟ طبعا الرسم الانسيابي عبارة عن الرسم بخطوط انسيابية وسريعة في الأداء، يعني ترسمون الخطوط بشكل سريع. هذه هي الخلاصة، والأمثلة راح تساعدكم في فهم هذه الخطوط. يلا نبدأ. طيب نبدأ برسم شريطة بسيطة، وراح استخدم الاسلوب هذا اللي هو الاسلوب الانسيابي. طبعا راح ارسم خط طويل، ولاحظوا اني رسمت الخط من اول مرة، والاسلوب اعطى للشريطة شكل انسيابي وحركي. لكن لو تشوفون الاسلوب هذا اللي هو نكرر الخطوط ورا بعضها، راح يخلي منحنيات الخطوط محدودة وما في أي انسيابية وحركة في الشريطة. فالأفضل أنه تبتعدون قدر الإمكان عن هذا الأسلوب وتجربون الأسلوب الانسيابي، وشوفوا كيف راح يتطور رسمكم. نجيب مثال ثاني عشان يكون أوضح. طيب ناخذ مثال من الطبيعة ونبدأ بالأسلوب الانسيابي. نرسم نبتة، نضيف عليها أوراق النبتة. لو تلاحظون الرسم بشكل عام معطي جو حيوي، اختلفت زوايا الأوراق، بعضها جاي شكلها من الجم وبعضها شبه ملتفة، والأغصان شوي متعرجة، وأعطت زي ما يقولون تنوع حيوي للرسمة وتبان أكثر واقعية. طيب نجرب الأسلوب الثاني اللي هو الأسلوب الخطوط المتكررة. لاحظوا أن الأسلوب هذا يميل للاستقامة، وهذا بسبب الخطوط اللي ترسم فوق بعضها، وبالتالي ينتج لنا خطوط مستقيمة وما فيها أي حيوية. وحسيت الخطوط المستقيمة هذه أفسدت الشكل العام وصار شكلها غير طبيعي، لأن النباتات في الواقع طبعا ما تكون مستقيمة، بالعكس بيكون في أماكن متعرجة ومنحنية في الواقع. ننتقل لمثال ثاني. نبدأ بالأسلوب الانسيابي ونرسم خط من أول مرة، نحاول نرسم الخطوط بشكل متصل قد ما نقدر. وهذه النتيجة. طبعا خامة الشرايط يعني في الواقع تكون ممزوجة معاها بخيوط النايلون الصناعي، وعشان كذا تكون خامة الفيونكة شوي واقفة. لكن لو سويناه في هذا الأسلوب، الفيونكة صار شكلها منعدمة الخامة، ما أعطانا إحساس النايلون في الشريطة، فتغيرت نوع الشريطة هنا في هذا الأسلوب، والمنحنيات كانت شبه مضلعة في الرسمة، فواضح الفرق بينهم. ننتقل للعنصر الثالث ونرسم رأس بس من الجنب، ونستخدم الأسلوبين هنا، أسلوب الرسم الانسيابي والأسلوب الخطوط أو الأسلوب العشوائي. طبعا أبدأ بالأسلوب العشوائي، وحاولت هنا قدر المستطاع أني أتجنب الأخطاء التشريحية في الوجه. أحاول تقريبا بشكل عام أني أتبع الأسلوب الخطوط وأنسق ما بين الرأس وملامح الوجه. وهذا النتيجة.
ننتقل للأسلوب الانسيابي، هو أسلوب يعتمد على رسم الخط من أول مرة، وإذا كان فيه خطأ نمسح ونرجع نرسم خط. فأهم شيء في هذا الأسلوب هو نظافة الخطوط، سواء راح تحبرون عليه أو تلونوه. وهذه النتيجة النهائية. وصلنا لهذا المقطع من فعالية تحسن رسمك في الحجر المنزلي، وإن شاء الله يكون المقطع مفيد لكم ويحسن مستوى رسمكم إن شاء الله. إذا عجبكم المقطع لا تنسون الإعجاب والاشتراك، وتكتبوا لي بالتعليقات أكثر شيء ودكم تتعلمونه بالرسم، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت معكم باش، والسلام عليكم ورحمة الله.